يسعد مساكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي نبض الاتحاد. وسعدنا لهذا الأسبوع استضافة المهندس حقي شفيق حقي. بداية مهندس حقي أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. تشرفنا بحضرتك. الله يسلمكم. السلام إن شاء الله. مهندس حقي بداية نتعرف بشخصك الكريم. خلينا نحكي بعيدا عن الألقاب. حقي شفيق حقي مين هو؟ حقي شفيق حقي مهندس مدني من سوريا خريج جامعة حلب. البداية والانطلاقة طبعا كانت في دولة الإمارات العربية المتحدة. تحقيق الذات، تحقيق الأهداف، الطموحات كلها كانت في الإمارات. جميل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. قدمت للإمارات في عام 2000 نهاية 2002. سبب اختياركم لدولة الإمارات؟ السبب بصراحة كنت كاتب كتاب على زوجتي حاليا أم دعاء. أهلا والدها كان مدرس في دولة الإمارات العربية المتحدة. شاءت الظروف أنا كانت مخير بين الذهاب إلى السعودية أو إلى الإمارات العربية المتحدة. فاخترت الإمارات. اخترنا الإمارات والحمد لله. الحمد كان لله. خيار يعني رب العالمين قدر لنا إن شاء الله خير وبركة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. البداية كيف كانت؟ البداية كانت والله أنا نزلت من الطيارة ثاني يوم على الموقع. يعني الأمور كانت جاهزة ومرتبة ومنظمة الحمد لله رب الحمد العالمين. التزمت في مع شركة في دبي لمدة سنة ونص. مهندس موقع الحمد لله رب العالمين. جميل. والبداية دوما صعبة. أكيد. لكن الإنسان دوما يعني حتى أنا عندي الموظفين بدك تحب الشيء اللي بدك تسوي. أكيد. لا تطلع ماديا، لا تحاول تفكر إنك خلال سنة بدك راتب كذا، بدي سيارة، بدي لا اتعب. اتعب صير كذا بعدين عندك. خصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة اللي ما بيعرفها الا من برا ناس بتسمع احنا صرنا عايشين فرص متاحة كبيرة جدا جدا جدا. صحيح. لاي شخص بس تكون قد هاي الفرص في اي طبعا الانسان يعني من جد وجد وبده توفيق من رب العالمين. أكيد. هي اكيد لابد منها لكن المجالات مفتوحة جدا جدا جدا. صحيح. كان الانسان يحقق ذاته البلد فيها فرص موجودة والبيئة اللي تحقق الامور كمان متوفرة. صحيح. الحمد لله. صحيح. الحمد لله. فسبحان الله يعني انا عقليتي انه تعلم بغض النظر دائما بتحب تكتسب الخبرات تحب تتعلم فضلنا عز وجل خلال فتره السنه ونص انتقلت بعدها الى شركه ايضا في الشارقه. شركه كبيره الحمد لله رب العالمين لله. كمان نفس الوضع من خلال الشركه الثانيه هي خلال كمان مهندس موقع سبنا معارف كبيره جدا من قد ايش استمرت فيها سنه ونص فقط بعد الشركة سنة ونص في دبي وسنة ونص, سنة ونص في الشارقة في الشارقة فقط. لكن خلال السنة ونص تقريبا زي دورة مكثفة كانت. ضغط هائل ضغط عمل كبير والحمد لله ما لا ما بقول لا خذ لاني ليش في الأول وفي الأخير عندك عم تكتسب أنت لنفسك لك. صحيح مش للشركة الشركة عم ياخذوا والحمد لله حتى وقت طلعت علاقات جيدة أمور طيبة أصدقاء هذا لابد منه لكن بموضوع أنك تعرف تبني علاقاتك تعرف أكيد. تكتسب الخبرة هذا أهم شيء وفضل الله عز وجل الله رب العالمين قدر أنه أنتقل على شركة كانت فئة ثالثة أيضا. انتقلت لها مدير مشاريع ما شاء الله واستمريت مع الشركة طبعا الفترة الأطول حوالي 9 سنوات إلى 10 سنوات ما شاء الله فترة طويلة فترة طويلة الحمد لله رب العالمين من مدير مشاريع إلى مدير تنفيذي بفضل الله عز وجل أنجزنا أعمال أكثر من 5.5 مليار درهم الحمد ما شاء الله خلال هذه الفترة يعني النص مليار هو مبلغ عادي لكن إنه على شركة صحيح فئة ثالثة انطلاقة يعني دوما انطلاقة البدايات صعبة صحيح بداية صعبة صحيح تأخرت يمكن لا أخذت الخطوة أو الفكرة أنه أنت تستقل يكون لك استقلاليتك في عمل تكون أنت صاحب العمل يمكن أحد الأسباب أتوقع أنه هي اكتساب الخبرات أكثر أنك تكتسب خبرات تتعلم أكثر بما أنه أنت شخص محب والله بكون صريح معك أنا شركتي القديمة ما كان يعني الأمور كلها في إيدي الحمد لله رب العالمين ما حدا كان لكن ظروف صارت ورب العالمين إن شاء الله يكون اختار لنا الخير إن شاء الله 2015 الكلام هذا صار أني أفوت شريك ومدير عام لشركة الاتحاد الأوروبي الشركة الحالية اللي تشرفونا حاليا في مكتبها الحمد لله شركة عمرها حاليا 11 سنة ما شاء الله أنا معاها في 2015 لكن شركة لها اسمها لها مصداقيتها
2015 كانت نقلة نوعية بحياتك. أكيد. بعد ما كنا موظفين يمكن، حتى لو كان إنا كتير يعني حتى لو كان البوزيشن تبعنا عالي، لكن بضله يختلف عن أنه اليوم أكون أنا صاحب العمل، أنا اللي بقدر أحط الأفكار اللي بدي إياها من دون أي حدود. كيف النقلة هي كانت، أو كيف الفرق ما بين هدول الحياتين؟ هي في شقين أختي الكريمة، هي كان في معاناة أنه الشركة يعني كانت أيضا فئة ثالثة، حجم العمل اللي عندهم يعني صغير، صغير. ما بيحاولوا، ما في هالفكر تطوير يتوسع يكبر كذا، مع انه كل شيء متوفر. اكيد علاقات متوفره، الامور الماليه متوفره. جيت لهون سبحان الله، يعني حتى احنا انا مثلا بعتمد على السب كونتراكت، صحي، كهرباء، تكييف، دفاع مدني، سبلاير، هالامور كلها اذا انت كشركه ما عندك سبورت لها صعب انك تنجح. أكيد. صعب انك تكبر. صحيح. اذا ما عندك تسهيلات، ما في، انت مثلا ما عندك مثلا ملايين، بدك كل شيء كاش 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 كاش. فجيت لهون، يعني جيت شخص فضل الله عز وجل الحمد لله. خلال الفتره العلاقات اللي اسسناها اللي كونتها في السنوات السابقه الحمد لله كان لها ثمره، وفضل الله اكرمنا فيها الحمد لله رب العالمين، وانطلقنا. يعني حتى الانطلاقه يعني تركت لك بصمه برضه قويه في الشركه. الحمد لله. لله فضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل الحمد لله. يعني لنا علاقات مميزه مع جهات حكوميه، مع جهات خاصه، مع الملاك، مع مع ما شاء فضل الله. حتى نحن الغايه الاساسيه انه يعني دوما احنا اي جهه نتعامل معها مش المقصود فقط الربح، لابد يكون في أكيد. انا بالاول وبالاخير عندي موظفين لازم اكيد، بس بتهمكم يمكن استمراريه اكثر، لكن الاستمراريه والعلاقه لازم تكون علاقه، لازم يتكون في أم في أم في في بيني وبين المالك في ود. صحيح. لازم بيني وبين المالك في امن. يعني مش اني مثلا احاول اني استغله او احاول يستغلني. صحيح. حتى انا غالبيه الملاك اللي اجلس معهم يعني غالبيتهم الحمد لله اصدقائنا، الا لله. الا بعضهم اللي هذا يعني صعب. اكيد لكل ناجح فيه له حقوقات، لابد في الحياه. صح. هو اختبار من رب العالمين. اكيد يعني الله سبحانه وتعالى بيحط لك كذا وكذا وكذا، شوف كيف تتصرف معه. عم بتحافظوا على علاقاتكم سواء مع المالك او مع الشركات الاستشارات الهندسيه او وين كان. بغض النظر، انا الاساس في اي نجاح علاقاتك. اكيد اهم شيء. انا وقت يجي واحد يدق الباب عليك يقول لك تعال انت اشتغل لي، هي شغله كبيره يعني. صحيح. فلان وفلان حط ثقته فيك. انا الحمد لله فضل الله عز وجل ما يعني حققنا عنا مجموعه من الاسماء، والاسماء المميزه والكبيره اللي الحمد لله رب العالمين بغض النظر عن المناقصه انت بتشتغلها. هي الحمد لله. يعني فينا نحكي اليوم سبب ثقه الكاستمر بشركتكم اللي هي المصداقيه. هو نحن من مثل ما جينا على الشركه، في كل شركه لها رساله، لها رؤيه، لازم يكون يعني حتى صحيح. حتى تنقل هذا الشيء للموظفين اللي عندك. انا الموظفين اللي عندي دوما احط في المالك، ممثل المالك، الاستشاري، في احترام معين، في تقدير معين، في صحيح، في لازم توصل له الفكره اللي عندك يعني، وتحاول قدر الامكان تساعده. هلا بعض الملاك بيجونا ما عندهم الثقافه، تعال انا ابين لك واحد اثنين ثلاثه، تشرح لهم كل شيء، تشرح له، ببين له هي الافضل لك، هي الكذا. والحمد لله يعني الحمد مثل ما حكيت لك، احنا حتى كشركه يعني لها رساله معينه، انه يعني تحقيق مشاريع بجوده معينه، بهدف معين، انه بالوقت المعين المطلوب، كل مشروع طبعا انت عندك جوده في وقت، لكن صحيح. كمان شغله اساسيه المحافظه على السلوكيات والاخلاقيات. اكيد اهم شيء. يعني هذول الشقين انا يعني واحد اهم شيء لنجاح اي عمل استمراري لابد منه. اكيد اي واحد منهم اليوم. تفضلي. اليوم لو بدنا نحكي عن الاتحاد الاوروبي اكثر، الاتحاد الاوروبي الخدمات اللي بتقدمها، الشيء اللي هي بتتميز فيه، سبب استمراريتها. الحمد لله رب العالمين، الاتحاد الاوروبي خلال فتره من 2015 طبعا كانت فئه ثالثه، بفضل الله عز وجل تم ترقيه الشركه للفئه الاولى ما شاء الله خلال هي الثلاث سنوات. طبعا هذا كله وفق متطلبات بلديه الشارقه، وفتحنا فرع كمان في اماره عجمان ايضا لا محدود ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، في مجموعه من المشاريع لكن الاساس هو في اماره الشارقه ما شاء الله. في مشاريع متميزه حققنا يعني نقدر يعني نحكي عن هاي اكثر المشاريع اللي يمكن حققت للشركه نقله. حققت للشركه نقله فضل الله عز وجل، يعني مجموعه مشاريع. هلا نحن نركز دوما، اي شركه بتركز على الابنيه العاليه، يعني كل ما زاد حجم المشروع كمان هذا مكسب لك. نحن نركز بصراحة على انه يكون عدد المشروع الاستمرارية مع الشخص نفسه، يعني وقت يبني معك يقول لك تعال برجع احكي لك مرة ثانية. يعني انا هلا عندي مشروع
احد الملاك الطيبين من إمارة دبي، بنايتين ارضي واثنين وسبعة وارضي واربعة في الشارقة. عنده مسجد 1200 مصلي في عجمان ما شاء الله. حاليا عم نرتب انه ناخذ المسجد بغض النظر عن مناقصة او اي شيء. يعني السعادة اللي عندي انه اوصل لهالمرحلة. جميل. مش موضوع انه قد ايه اكسب او قد ايش كسبنا 20-30%، هي موجوده. صح. 20-30% كثيرين يفكر لك انا ربحت، لا لا لا، نحن نسال الله سبحانه وتعالى انه يبارك لنا في اللي عم نكسبه. امين. ونسال الله سبحانه وتعالى انه نحافظ على العلاقات. يعني ان شاء الله. اي شغله اساسيه جدا جدا. أكيد. عم نزرعها في مدير المشروع، في كل الموظفين الموجودين، الموظفين اللي عندنا. صحيح صحيح. اي لابد منها. اكثر يعني المشاريع اللي يمكن حققت لك انت لذاتك هيك نشوه، حسيت انه انا اليوم اشتغلت هذا المشروع معناته انا بلشت احقق ذاتي، بلشت احقق الشيء اللي بحلم فيه. والله يا اختي الكريمه مشروع معين او كنت يمكن بكل لحظه بتنهي فيها مشروع بتحس بهال الفرحه موجوده. نحن دوما كمقاولات مشروع من بدايته مثل الولد الصغير، الى ما تكبر تقول الله معك. فنحن لكن مشروع مميز خلال الفتره الحاليه، كان عندنا مجموعه ما بقول لك يعني مشروع صار فيه شويه عثرات وقت خلصناه. مشروع شبرات 12 مليون مع انه مبلغ بسيط هو، لكن من كثر المشاكل اللي فيه وقت خلصنا قلنا الحمد لله رب العالمين فرحت سكرنا الحمد لله رب العالمين. لكن الحمد لله عندنا في هلا حاليا الحمد مجموعه لله. من المساجد، في عندنا مول، في عندنا محطه غاز ما شاء الله، اللي في مشاريع كثير حاليا 32 مليون 22 مليون ما شاء الله. مشروع يعني هذول فضل الله عز وجل اكرمنا فيهم موجودين الحمد لله، وموعودين بكذا مشروع حاليا ومقدمين عليهم، امورنا فيهم طيبه والحمد لله رب العالمين فضل الله عز وجل. ان شاء الله التوفيق لكم والاستمراريه ودوام التوفيق. لكن انا متاكده الشخص اللي حقق هالنجاح خلال هالسنوات القليله هاي وترك له بصمه واضحه اليوم طموحه ما وقف، اكيد في شيء للمستقبل، اكيد في رؤيه لكم. والله يا اختي الكريمه الرؤيه اللي قلنا انه خلال حاطين هي حتى عم نسمعها احنا عم نعيدها ونكررها على موظفينا انه خلال 5 سنوات يعني حطينا لهم انه عدد مشاريع، مش عدد عفوا، قيمه مشاريع فرضا عنا بتكون حوالي 300-400 مليون ان شاء الله الجاي الجديد ان شاء الله. هاي الخطه الخماسيه الجايه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. عندنا موضوع العماله يعني نحاول نوصل ل 300-400 عامل خلال هالفتره. انا ليش بقى الموضوع العمالي عندي مش موضوع اني اوصل 1000، لان احنا نعتمد على السب كونتراكت المقاول الباطن، يعني الصحه الاعمال مثلا الام اي بي كامله كلها بالكامل مقاولين باطن. هي صحيح انه مثلا على حساب ربحك لكن في الاول مريحه لنا. اكيد. بعد تجربه يعني أكيد. انا كان عندي كان موجود عندنا شركه صحي وكهرباء، بعد تجربه فيها سكرناها لانه الافضل لانه انه مع مقاول باطن وخصوصا مقاولين الباطن عندنا كل الحمد لله من ذوي الخبره العاليه جدا جدا الحمد لله. الحمد لله. قدره ماليه عاليه جدا ما بتاثر فيها الحمد لله، وبالاضافه للبروفايل ممتاز جدا جدا سيره ذاتيه لهم عاليه الحمد لله. مهندس حقي اكيد في شخص بحياتنا لازم نشكره. والله شكر الشكر والدعاء للوالد والوالده الله يحفظهم ويطول بعمرهم. امين الله يخلي لك اياهم. التضحيات اللي قاموا فيها في حياتهم دائما هم الاساس، دائما نحكي هم الاهل هم الاساس. نسال الله سبحانه وتعالى انه احنا ما نقدر نجازيهم يعني ولا أكيد ما أكيد نفكر أكيد بهذا الشيء، لكن نسال الله سبحانه يرزقنا البر ويرزقهم سبحانه وتعالى هم رب العالمين بيجازيهم ان شاء الله. الله يطول بعمرهم ان شاء الله. الله يديم لك اياهم. كمان ما انسى زوجتي ام دعاء لها دور أكيد حملتنا، لان خلال في عالم المقاولات في تعب. صحيح. دائما نقول وراء كل رجل عظيم امراه. اكيد هذا في تعب، في غياب عن البيت، مسؤوليه العيال، مسؤوليه الامور ما مقصره فيهم الحمد لله، فكمان شكر جزيل لله والحمد لله على كل حال. الحمد لله. برضو احنا بنتشكرك مهندس حقي على هاللقاء الطيب وعلى هالكلام الرائع. شكرا لك مهندس وعلى حسن استضافتك لنا. شكرا لك. شكرا لقناه جوسات ونشكر برنامج نبض الاتحاد. والله يوفقكم ان شاء الله تعالى. شكرا على التواصل يا رب. شكرا جزيلا ان شاء الله. اكيد شكرا جزيلا. كل الشكر للمهندس حقي شفيق حقي، ونستودعكم الله على امل اللقاء بكم مجددا.